كتشوفوا مباراه دازت صعيبه، رغم ذلك الحمد لله كنشكر اللاعبين على المجهودات اللي قاموا بها، رغم ان تلقينا هدف وما كناش بغينا نتلقاو، جاتنا صدمه. المهم ما حطيناش يدينا، درنا اللي علينا، جانا دوكازيون ماركيناهم. الحمد لله كنشكر الجماهير اللي ساندونا رغم ان كنا تلقينا هدف وكذا واش نقول لك، كان علينا ستريس وكذا، ولكن الجماهير فوجات علينا. المهم درنا اللي علينا وماركينا الحمد لله. فريق الحسنيه اكادير في السنه الفارطه انه كان وصل الربع النهائي، كما نقولوا ان كل فريق انه مي كيجي كيعرف بان حسنيه اكادير حسنيه فريق قوي. الحمد لله الجمهور ساندنا، واخا تسجل علينا الهدف ساندنا بكل المعنويات، كنشكروا بهذا المنبر هذا. فالحمد لله رجعنا في المقابله، وان شاء الله كنتمنى ان نقول للجمهور السوسي انه يحضر بكثره باش يزيد نساعدنا ان شاء الله، ولما لا نحقوا له ان شاء الله لقب من الالقاب في هذه السنه ان شاء الله. الفوز اللي زعما صعيب، جا صعيب، ماشي سهل، حيت الفرقه اللي ديال زامبيا كانت هي مركزين، كانوا مركزين ولاعبين حتى هما الكل الكل بغاو يماركيو، والحمد لله واخا تمارك عندك البيت ولكن راه بقينا مركزين. ذاك البيت هو اللي فيقنا اكثر، حيت زقنا شي بيوتا في الاول وحنا تحكمنا في المقابله كما شفتوا، ولكن في الاخر بعد ما تمارك عندك البيت فيقنا، والحمد لله الفوز هذا كان هدي للعائله حسنيه اكادير، الجمهور الحسنيه والعائله ديالي خاصه.